السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة، حلقة جديدة نبدأها من نتائج ومواجهات الجولة 32 من الدوري الكروي الممتاز. الحدود يتعادل مع فريق القاسم سلبيا وكورة يتابع تصريحات الفريقين. تاخذ نقطة من ملعب المنافس أمام جمهوره. نادي الحدود فريق متمكن، فريق قريب على المربع الذهبي، لديه مدرب على مستوى طيب، لاعبين ممتازين، لديه محترفين، نتائج طيبة. الحمد لله أنا أقول إنه نقطة بطعم الفوز، حقق نتيجة طيبة. نقول الحمد لله والشكر على كل حال. كنا نأمل إنه ناخذ 3 نقاط من المباراة، نعزز مركزنا ونعزز الأداءنا المتصاعد بالمباريات الأخيرة، لكن الحمد لله والشكر. لا يعني كان جيد بين الفريقين، بس كنا احنا أقرب للفوز، قدمنا مباراة جيدة، إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله باقي من الدور الممتاز. أكيد أنت من تلعب خارج أرضك، يعني أحسن ما تجي نتيجة عكسية تطلع بالتعادل، نقطة بأرض الخصم أفضل من لا شيء. الحمد لله والشكر، الشباب اليوم أدوا عليهم شوية، كان الجو ممكن حار، ما كنا بالمستوى الممكن المطلوب. مدرب فريق القاسم شاسب سلطان: 7 لاعبين رفضوا اللعب أمام الحدود بسبب عدم استلامهم المستحقات المالية. عليكم أناشد للجميع اللي يفهم أنه أكثر من 4 لاعبين ما قدروا اليوم يلعبون بداية المباراة بدون مستحقاتهم، المحترفين ما قدروا يلعبون على مود مستحقاتهم. أريد أشكر شخص محمد رئيس، وهذا الرجل اللي اليوم يعني شقل لك أنقذ نادي القاسم بالسفرة وبمستحقات المحترف واحد. أتمنى من الإخوان المسؤولين، أنا عندي توقف 18 يوم 20 يوم، يا إخوان هاي مدينة كلها مواهب، مدينة مقدسة، مدينة نادي القاسم، إمام القاسم، يا إخوان شوي نظروا لهاي المدينة. أنا ملعب ما عدي ماكو مشكلة، بس مال هم ما عدي، اللاعبين مستحقاتهم 3 أشهر ما مستلمين، ما من معقول يعني الكل متخلي عن هذا النادي. توقف إذا ما كان نستثمره بطريقة صحيحة راح يكون سلبي على الفريق، لأن أنت تعرف الفريق هسه بالفورمة وده يقدم مستويات طيبة، لكن إذا ما اعتنوا يعني الإدارة والجهاز الفني، معسكر، تجمع، لعبات يعني مستواها عالي، ممكن احنا يصير عندنا هبوط، ولحد الان ما انحسمت المواضيع مان البقاء او ان شاء الله الهبوط. الكابتن عادل نعمه يوضح لكوره سبب اعتراضه على حكم المباراه اثناء اللقاء. اعتراض كبير، الحكم ادى بشكل جيد المباراه، دارها بشكل جيد، لكن حتى نضمن حقنا وحق القاسم اعتقد 3 دقائق كانت ظالمه للفريقين بشكل كبير. المباراه تبيها تبديلات تقريبا اكثر من 10 لاعبين بالضبط، 10 لاعبين هسه اذا كل لاعب 30 ثانيه هما 5 دقائق، سقوط الحارس، توقفات، سقوط المدافع، سقوط، يعني كان اذا 7 دقائق هي قليله بحق الفريقين. فاعتقد احنا اليوم حكام ننطي رسائل ايجابيه للاعبين، نقول لهم اوقعوا، نقول لهم اخروا لعب، نقول لهم هذا، حتى لان انا راح اضيف لا انا اخذ حقي ولا نادي القاسم اخذ حقه. فكان اعتراضي بشكل كبير، حتى تكلمت وياه بعد المباراه قلت له زاد على احنا نباوع او نتعلم، المفروض تعطي حق القاسم، حق نادي القاسم وحق نادي الحدود، لانه اعتقد ظلمت الفريقين بهذا الموضوع. كربلاء يتعادل مع نفط ميسان بهدف وكوره يتابع تصريحات الفريقين بعد المباراه. أدينا مباراة متوسطة، مو مباراة على مستوى عالي نفذنا المباريات. أعتقد اليوم فريقنا أضع أكثر من 4-5 فرص محققة اليوم بالعارضة، يعني أعتقد كل ما تضيع فرص كل ما أعتقد تستقبل
استقبلنا هدف بالشوط الثاني. انا حتى الفريق قلت له اول ربع ساعه خلنا نمررها، بس ما مررنا يعني ثلاث دقائق الى اربع دقائق سجلوا نفط ميسان. مجريات اللعبه كانت شوي صعبه علينا، الاجواء والملعب شوي اذانا، كنا نطمح بالفوز ونحقق ثلاث نقاط خارج ارضنا، بس الحمد لله يحارب كل كره القدم، وان شاء الله باللقاءات الجايه ان شاء الله نحقق الفوز ونرضي جمهورنا. اعرف فريق كربلاء فريق جيد، فريق فتي، فريق يمتلك كادر تدريبي جيد، جينا من العماره ونعرف صعوبه المباراه. فريق كربلاء احرج فرق جماهيره في ملعبه، اكيد احنا جينا وعيوننا على ثلاث نقاط، كنا اول ربع ساعه مو بالمستوى المطلوب نوعا ما، انه صلحنا اوراقنا وضعنا اكثر من فرصه. شوط ثاني سجلنا التعادل وضعنا فرص عديده، بس لكن الحظ ما حالتنا شوط ثاني الحمد لله والشكر على كل حال. رئيس نادي كربلاء أحمد هدام يصف رئيس لجنة الاستئناف بالمسكين ويتهم أعضاء الاتحاد بالانزعاج من نتائج الفريق المميزة. كان عملنا النقطة في مباراة الثلاثة، بس أنا أشكل وأعيد أكثر من مرة أشكل على القرارات المجحفة التي صدرت من ما يسمى برئيس لجنة الاستئناف عبد الحسين الدراجي. أنا أقول يعني هذا رأيي، مسكين الرجل تابع لأجندات وأشخاص داخل الاتحاد هم من يسير القرارات، وأنا أشكل على لجنة الاستئناف كونها غير شرعية، لأن تعرف لجنة الاستئناف واللجان القضائية يجب أن تشكل من قبل الهيئة العامة من خلال صندوق الاقتراع ولجنة انتخابية، ويجب أن تشعر أعضاء الهيئة العامة قبل 45 يوم من قبل الانتخابات. وبالتالي أنا أرى أن ظهور كربلاء بهكذا مستوى قد أغاض الكثيرين ممن يعملون في الاتحاد العراقي المركزي، الامر الذي ادى اضافه الى يعني تدهور نتائج الفريق، اضافه الى حرمان جمهور نادي كربلاء حتى نهايه الموسم ونقل مباراة خارج ارضها، كل عوامل ادت الى يعني تراجع مستوى الفريق. ولكن ان شاء الله كربلاء باقي ان شاء الله بالدور الممتاز، وان شاء الله سنكون شوكه في عين كل من يتلاعب في نتائج كربلاء. تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيف كورة هذا المساء السيد أياد بنيان مستشار رئيس مجلس الوزراء، حياكم الله سيد أياد بنيان. سلام، مرحبا، أهلا وسهلا بك. سعد عليك. بس العنوان صحيح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، لو مستشار مجلس الوزراء احنا هاي دائما نخطئ فيها. يعني تقدر تقول مستشار الحكومة أو مستشار، احنا مستشار يعني لرئيس الوزراء. لرئيس الوزراء مو هيجي؟ نعم. كم مستشار هم؟ الأصالة ستة. ستة رياضيا؟ لا اقصد بس الرياضي. احنا ثلاثة الان موجودين، يعني واخوي الاستاذ خالد قبيان واختي الدكتورة شهبان. اكو توزيع بالعمل بين المستشار؟ اكيد منسقين. يعني شلون يتم؟ اكو بعض المستشارين يتابعون، هو عادة مستشار رئيس الوزراء مسؤول مباشر رئيس الوزراء، سيد رئيس الوزراء من خلال مدير المكتب اكو مطالعات ومذاكرات، واذا اقتضت الحاجة يصير لقاءات بالسيد رئيس الوزراء. واكو مستشاريه ايضا اللي هي تتابع الوزارات المعنيه، يعني كان يكون مثل وزاره الشباب والرياضه وغيرها وكذا، وتقدم بها تقارير. بعدين تدري الان عملنا متداخل لكن منسجمين ما متقاطع ولله الحمد، يعني اكثر الامور نتدارس بها بيناتنا كمستشارين، فاحيانا يكون اكو تبادل ادوار. لا ماني صدقا القضيه ما فاهم يعني مو اسال، يعني تعرف شنو قصدي؟ نعم. احنا ثلاثه مستشارين. نعم. يعني مثلا يا حاج اياد بنيان تتابع لي كره القدم، الحاج خالد قبيان تابع لي الالعاب الاخرى، وهكذا لو شلون تدار الطريقه؟ لا لا, لا 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 بالعاده عاده يعني هو اصلا مستشار عمله مو تنفيذي، يعني مستشار، يعني انا قبل شوي كنا نتحدث سبحان الله، يعني قول بليغ لسيد البلاغه بعد الرسول مصطفى لامير المؤمنين سلام الله عليه، يقول يا ابن عباس اشر علي برايك واطعني اذا عصيتك. احنا نقدم استشاره، احيانا كثير اكو امور هي مو ظاهره للعيان، يعني ممكن اي راي رياضي شبابي يعرض على مجلس الوزراء وكذا فيحوله على المستشارين فينطون برايك ببيان الراي. نعم، وهذا غالبا احيانا احنا نقترح اشياء، احيانا تردنا من بعض المؤسسات الرياضيه وبعض الاخوه الرياضيين وبعض المعنيين بالشان الرياضي ايضا امور قد نرفعها لرئاسه الوزراء. وانا اشوف هسه جوز قصور بمتابعتي سابقا. نعم. بس عمل المستشارين بهذه الفتره شويه تفعل زايد. وهذا شيء زين. زين زين ليش وين كان بالسابق؟ معناها احنا دائما نقول الصلاحيات قبل نقول لا مو احنا قبل نقول
الدولة بشكل عام ما عندها فلسفة للرياضة، في حين اكو مادة صريحة، مادة 36 بالدستور تعنى بالرياضة واهميتها وتوفير مستلزماتها وهكذا يعني. يعني نمر عليها مرور الكرام ببعض القضايا لابد ان نقارن بهذه الحقب، بس اريد ابدا وياك من اخر المستجدات الرياضية سيدة اياد بنيان، وهي عقد اتحاد الكرة مع رابطة الليغا. شلون تشوفون هذا العقد كحكومة قبل توقيعه؟ وبداية لازم أحب أكد أنه الاتحاد شخصية معنوية. نعم. كل اتحاداتنا وهي مرتبطة بالاتحادات الدولية يعني، فغير مسموح بأن نتدخل في العقد أو تفاصيل العقد، هذا مو شغلنا. العقد إذا كان من المال العام، وعادة حتى اكو جهة رقابية يعني، هذه اكو قنوات اللي هي الرقابة المالية، اذا اكو اشكال بالعقد او النزاهة، وهو هذا مال عام يعتبر ايضا نفس الوقت، فلذلك هم مرتبطين عادة بالرقابة المالية. مسألة العقد هو يجب ان تستغرب كيف يطلع العقد للاعلام يعني. طبعا. بصراحة هذا أنا أسمع يقول الشفافية، ما لها علاقة بالشفافية، أكو شيء اسمه سرية العقود يعني. العقد بسهولة أن ممكن حتى أنت كإعلامي تخاطب النزاهة، تخاطب توجه خلال ما يتابعون، أكو رصد. أنا أدري أكو رصد بالنزاهة وبالرقابة المال بالنزاهة بالذات، بس هو اللي سرب العقد أكيد من داخل الاتحاد، وأنا أعتبرها قضية لا أخلاقية بصراحة. حتما يعني طبعا لا أخلاقية، على أي أساس هذه يعتبر أصلا؟ أكو مادة حكمة من الخيانة يعتبر يعني، بصراحة أقول لك إياها. فهسه نجي للعقد بعد ما انطرح وكذا، صار اكو جلسه اكيد، والكل على يعني على مرأة ومسمع يعني يوم امس كمستشارين مع الليغا ومع اخوتنا الاخ عدنان درجال وبعض اعضاء الاتحاد، ونعرض التفاصيل العقد. ونحن كنا شفنا تفاصيل العقد، انا قبل يومين كنت سهران لي 5 الفجر قمت يعني قريته لما نزل بالاعلام، قريته اقرا يعني. العقد يعني صار تركيز على امور معينه انه به ثغرات وكذا، واكو صار اهمال لكثير امور هي تعتبر يعني تمثل عطافه بالرياضه يعني. شنو اللي سجلته حضرتك في هذا العقد من ثغرات ومن ايجابيات؟ وهي بعض الثغرات اللي سجلناها لما تحاورنا وياهم، اكو صار يعني صار تبرير، صار واضح التبرير واضح يعني. انا مثلا كان اول اشكالي مثلا على العقد انه كيف احنا مثلا الفانتينو اجى ومشى حوالي نصف ساعه، والخليج 25 كان يعني واضح انه البلد العراق بلد امن مثلا، من ضمن العقد اكو شركه امنيه مثلا. والله هذا سؤالي الكاتبه. انت كاتبه؟ انا هذا اول شيء اقول لك، هذا مو بيها اعلان ما بين السطور ان الوضع الامني غير مستقر. لا لكن في لكن لكن شنو تبرير؟ لكن جواب الاخ رئيس الاتحاد اللي افحمني بصراحه، وهو قال لي انت كنت رئيس تطبيعيه، وانت تتذكر لما رادت البطوله، انا حاشيها بغير قنوات، لان البطوله ذهبت واحنا استرجعناها، وكان السبب ذهاب البطوله انه سنه بال 21 بالشهر الخامس لما كنت انا بقطر، وكان البطوله راحت لدوله اخرى، وصار حركه يعني سريعه وحركه حتى سياسيه، لان البطوله سياسيه، فصار حركه سياسيه لان ما اخذنا شهر ورجعت البطوله للعراق. كان السبب، ارجع للموضوع، انه العراق منطقه حمراء ما يزال في نظر الشركات الامنيه الرصينه وكذا، فانت قد يسمح لك احنا الاتحاد الاسيوي، لان نريد يساعدك، احنا كثير نهاجم الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي انه العراق، العراق لحد الان بصراحه اقول لك اياها الى الان ما مرفوع على النقطه الحمراء او المنطقه الحمراء حتى نكون صرحاء مع بعض، فهذا مو شأننا يعني. فهذا موجود، هذا من يجي من اسبانيا ويباوع يقول له يوجهوه لسفارته بهال وفقا للتقارير الامنيه بالضبط يعني، ما بي لا حساسيه، ولا خلينا ناخذ الامور بسياقاتها الطبيعيه. بقيه النقاط اللي لاقت اعتراضات كثيره، كانت اعتراضات مثل انه ليش استشاري وعن بعد وكذا، اكو مناقب عن بعد واكو موجودين، اكو مدير ناو راح ياهلون ناس إن على مدى 3 سنوات. انا اتمنى يعني الاتحاد يدافع عنه، مو انا ادافع عن العقد بصراحه، لانه احنا اساسا انا يعني قعدنا مع الاتحاد، واني لانه اعرف، وانا كرئيس اتحاد سابق رئيس تطبيعيه، اعرف انه هذه القضيه هي برسم الاتحاد، هذه قضيه تخصهم، لكن قضيه انه تسريبه بهالطريقه، حتى انا قلت لهم، كنتم يعني قلت للاخ عدنان وقاعدين اعضاء الاتحاد، قلت له قضيه يعني اعتبرها لا اخلاقيه. زين اذا تخصهم القضيه، شنو سر لقائكم كمستشارين مع الاتحاد بهذا الخصوص بالتحديد؟ شنو كان سر اللقاء؟ ما هو صار كلام، هو كان صار كلام، اول مره احب اكد انه
من الأول البعض يصور أنه كان له رئاسة الوزراء هي من ستتكفل بتكاليف العقدين، هن عقدين مو عقدين. راح أسألك فيها هاي. هو من الأول لا، الاتحاد هو متكفل، والاتحاد ترى اليوم عنده أموال، عنده حوالي في يعني فيما يخص لازم هاي تبويب فيما يخص الفيفا بقريب 7 مليون دولار وكسور يعني. لا بس هذه اي لازم يعني لها اراده تبويب يعني متدري، هذا مو بسهوله تسحب الاموال كذا. اضافه لذلك اكو هم تنتظرهم عمليه تسويق كبيره، وباكر راح يعلن يعني هالشيء. انا ما ارد يعني هذه مفاجاه، هم انا عرفتها بشكل شو اسمه ما احرقها عليهم هم يعني. انا بالعكس هسه احكي لك اياها ويصير ترند بس هم احرقها عليهم ليش خطيه هم، هذا جهدهم صراحه. تتعلق بشنو؟ هم عندهم اكثر مشروع باكر ينطرح الى مردودات حتى على دوري اللي راح يطلقوه، فيقدرون يغطون نفقاتهم مستقبلا يعني. اكو فتشي بيلوح بالافق بس هو هذا المشروع. فكانت الجلسه لانه وتير هذا اللغط وهذا الغبار، فحتى تصير على وضوح. نعم بس مثل ما صرح يونس محمود انه العقد استشاري فقط. لا موجودين استشاري من يكون اسمه موجودين الاخوه موجودين هنا يعني. انا البارحه التقينا وشرح هو هذا بالله ليقى شخص كان موجود، وانا اعتقد هو راح يطلع للاعلام وراح يشرح كل تفاصيل العقد. بس ما معقول نائب رئيس الاتحاد يقول استشاري وما مطلع على العقد. انا ما اعرف والله هذه الظروف شلون، ما اعرف يعني انت وفقا لاجتماعك ومخرجات هذا الاجتماع شفت استشاري. شفت كثير امور امور يعني اكو وجود على الارض فعلي. اضافه لذلك اكو ماده صريحه جدا وهم كانوا مرنين بها جدا اللي هي رقم 21 انه بالامكان تغيير اي ماده واي كذا، كلش مرنين وقالوا احنا مستعدين. وبالمناسبه ايضا احنا اقترحنا عليهم ان يطلع عليه حتى انه ممكن الجهه القانونيه في مجلس في امانه مجلس الوزراء انه اذا ناخذ العقد لهم ما كان عندهم اي مانع. زين حسب بيان المستشاريه للسيد خالد قبيان يقول ان عضوين من الاتحاد لم يوقعوا على هذا العقد. لا عقد لا, لا 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 واحد نعم اسالوا الان اطلعت على شو اسمه واثنين اطلعنا وسويه كنا يعني قد هو ما انتبه يعني. انا صحيح لاخوي ابو احمد الاستاذ خالد قبيان عضو واحد ما موقع. العضو الاخر كان مسافر وفد واللي هو سيد فراس بحر العلوم ووقع يوم أمس باعتبار كان مسافر، وقع كتب وصادق على العقد يعني باعتبار يعني وقع وكتب وصادق باعتبار كان مسافر يعني. كل أعضاء كان الاتحاد وقعوا كل موقعين ولا صحة لأنه بأنهم موقعين وما يدرون كل أنا شفت التوقيع أونلاين يعني كنت أقدر أخذ نسخة بس ما يعني مو صحيح مو يعني. وهل يعقل بيان من المستشارية يصدر ما متأكد بأنه أعضاء الاتحاد موقعين له؟ لا هو يدري متأكد بس يقصد هو انتبه لأنه اثنين ما موقعين صحيح بس مو هذا كان غائب ما موجود بس وقع عاد ووقع وقع وإحنا جالسين أصلا قال فقال هو كان يتصور من حقه يوقع لأنه مجاز فصار كلام يعني كقانونا يعني ذكرنا لا تقدر تقول زين صادق على كلام زين. ولو فرضا كان اثنين هم داعش واحد ترى واضح أيه. بذات البيان الحكومة أعلنت بصريح العبارة أنه أموال عقد اللاليغا ستدفع من منح الاتحاد هذا ما وليس من لا 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 ما له صحة شيء يعني ما يحتاج الحكومة تعلن. هو أساسا أنا قبل ما نلتقي وقبل ما يصير هذا اللقاء أنا أول متحدث كنت بارحة قلت إحنا بداية ندرك بأنه أنتم شخصية معنوية ولا يحق لنا ندخل بعملكم يعني ما ندخل بالعقد ما نقدر إحنا ما بنحق لكن هي جلسة مثل ما يقول إخوانية صارت فما تجي على القوانين ما يحق لنا بصراحة أقول لك يعني. هذه أنا ثبتتها حتى أدخل كان للمدخل وثبتت النقطة الثانية قلت وإضافة لذلك لو كان الأموال تدفعها رئاسة الوزراء هم ما نقدر نحاسبكم لأن أكو سياقات وأكو معايير لمتابعة هذا المال فضلا عن أنه أنا أدري بأنه الأموال هي من عندكم مو من اساسا هذه الرقم. واحب اعطيك يعني هم اصلا دافعين مقدمه يعني 500 الف دولار مدفوعه سابقا من فهم من الاول الاموال من الاتحاد ترى. زين الرقم مبالغ به رقم العقد؟ ابدا عقديا يعني متباع ما قيمه ترى بالمناسبه هم مسوين يعني هذا العقد يعتبروه هم يعني لا ليغا انه فريد من نوعه قياسا بباقي العقود اللي بارميها لان هم العراقي هم مسوين مسح بانه اكثر
بلدي تابع الدوري الإسباني هم العراقيين يعني، فلذلك هم اللي يسوون شيء بالعراق. فهن فريق مليان ناحية العقد، لأن هن عقدين مو عقد واحد، الفئات العمرية على مدى 3 سنوات راح يأهلوا لك فريق راح يكون متمكن ومحترف بشكل كبير حتى يدير دوري المحترفين بعد 3 سنوات، وما يديروا العراقيين يعني يعني ناسا اللي يديروا أهلنا اخواتنا العراقيين يعني الاتحاد او هم اللجنه اللي راح ستشكل المقربين بالنتيجه. فاضافه للفئات العمريه راح يعني بصراحه بكثير مزايا باستقطابات بالموهوبين يدخلوهم معايشات ودورات وكذا. انت متفائل بهذا العقد؟ والله انا الى البارحه كنت بصراحه وضحت بالصوره اكثر البارحه من جلس حتى انا بالمناسبه أي. اذا انا والاستاذ خالد زين. كنا كان عندنا ضبابيه بس، لكن بعد الاجتماع كان اكو وضوح. انا اتمنى على التفاصيل بهذا العقد، لان هو راح يطلع ممكن هو الشخص المعني اللي بالليغا الاسباني ما يحضرني اسمه او احد اعضاء الاتحاد راح يشرحوها انا متاكد باكر. انت متفائل؟ أنا بطبيعتي متفائل. حلو. لا مو بعد سنة سنتين إذا صار أقول لك أنت قلت أنا متفائل وطلعت للشارع الرياضي حاج إياد بنيان وقلت هذا المشروع سينجح وفقا لما مخرجات اجتماعكم. أكيد فمتفائل بهذا. نعم متفائل، أنا متفائل. ممتاز. نعم. يعني بالمناسبة هو أنا مو أتنصل من المسؤولية. يعني إحنا طرف مطلع على العقد وكذا، يعني مو عضو اتحاد حتى مثلا اتحمل المسؤوليه، بس انتم كاستشاريه لا عندكم الحق ان تلغون العقد بالضبط ولا تعدلون على فقرات لا ولا تأيدوا ابدا ابدا ابدا. بس كان هي قلت لك يعني احنا ليش اشرنا على بعض النقاط وتوافقوا الطرفين على تعديلها يعني، بس بثغرات تتفق مع هذا. هو كل عقد انت من تتعاقد، هسه انا خلي اسوي عقد وياك على شيء معين، انت تريد حقوقك وانا اريد حقوقي تمام لو لا، والواجبات والحقوق تنطرح بشكل كذا. لكن انا باع مجمل العقد يعني متباعه عقد زين جيد جدا يعني ممتاز. صراحه ممتاز. اما مساله انه بعد سنه وسنتين خو هذا اللي شو راح يتعاطون هم مع يشرف عليه طبعا قد الاتحاد يقدر يفي بالتزاماته يعني، لان ذولاك جهه مسؤوله عندها ايضا عندها تجربه كبيره وهم باكثر من 40 دوله وعقودهم يعني موجوده وبكل شفافيه يقدر واحد يتابعها. زين قضيه المحاكم انه ليش ما مرد بسنغافوره ليش الا محكمه لندن؟ هذه من ضمن النقاط اللي اثرناها ايضا يعني يعني هذه لانه هم كان يعني الطرف الاتحاد العراقي كان يريد المحاكم العراقيه والاخوه رادوا المحاكم الاسبانيه، صار رفض متبادل محكمة المنازعات الرياضية صار رفض متبادل، فمقترحوا انه باعتبار وسيط بين باعتبار بآسيا موجودة والعراق بآسيا، فاقترحوا ان تكون الحل وسط انه سنغافورة. يعني انا سمعت بوحدة اللقاءات احد القانون يشكل يقول لي انه والله اللي يشمر كذا يتغرم كذا بسنغافورة وهذا مو زين، ايش العلاقة هذه؟ اكو قوانين اكيد تحكمهم، وحتى هذا الفقره مرنه بحيث بالامكان تغييرها. يعني البارحه انا شفت مرونه يعني فوق العاده. زين شلون تقيم المرحله الرياضيه بهذه الفتره وكيف تصف قرب محمد الشياع السوداني من الحركه الرياضيه والجانب الرياضي؟ انا اعتبر هذه جنبه ايجابيه كبيره واكيد معكوس يعني على الشارع الرياضي العراقي، على الشارع العراقي، كل الشارع العراقي هو شارع رياضي، انعكس بشكل كبير. اذا من خليجي 25 وما تلاها من متابعه حثيثه ومن تكريمات لاولادنا مثل شبابنا، اضافه لذلك انه اي شان رياضي ممكن انا متاكد يعني بفائده للرياضه يرفع لمجلس الوزراء او السيد رئيس الوزراء يعني هو موافق بشكل كبير. وتتذكر تصريح يمكن وياك ذكرته بالبصره قلت انه احنا غير معذورين ان لازم ننجح وغير معذورين اذا فشلنا، لانه لم نطلب شيئا من السيد رئيس الوزراء الا وفر لنا. صحيح. زين حضرتك على المستوى الشخصي اشتغلت مستشار مع السيد عادل عبد المهدي نعم رئيس الوزراء الأسبق نعم. والسيد مصطفى الكاظم رئيس الوزراء نعم. السابق نعم. والسيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء الحالي نعم. يعني ما أريد مقارنة بس الأكثر تفاعلا مع الجانب الرياضي حسب تصورك أو حسب ما شاهدت.
والله بصراحة هو رئاس الوزراء متفاعل بشكل كبير من أقول رئاس الوزراء، لأنه من أجي فترة سيد عادل مهدي متفاعل بشكل كبير، ويمكن أصدق شيء كان أنه خلال شهر واحد قرار مجلس الوزراء، تذكر 140 قبل كان هو رقم 60، يعني من خلال شهر يصوت على قرار يعني بالرياضة ويستهدف الإصلاح المنظومة الرياضية، معناها هو أمر رياضي السيد عادل عبد المهدي، أيضا هو رياضي ولاعب منتخب سابق ومن رواد، بس كان من يدير الأمور كما يشاع أنه السيد باسل عبد المهدي أبدا إطلاقا، هذا إطلاق. لأنه طبعا لأنه تعرف لأنه الدكتور باسل عبد المهدي ترى إحنا نعرفه قبل نعرف الدكتور عادل عبد المهدي، صحيح علاقتنا به من 74 و75 يعني، فمعرفتنا بالسيد باسل عبد المهدي، الدكتور باسل عبد المهدي سبقت معرفتنا بالسيد عادل عبد المهدي، وهو من يومه هو رجل رياضي وكذا، لكن ما المسألة تدير الأمور ما لها علاقة. طيب ومع الكاظمي؟ مع الكاظمي تعرف فترة الكورونا مرت وكذا يعني، لكن أيضا كان هو يتابع جل ملعب الشعب، كان اكو ايام التطبيعيه كان دائره الكترونيه مع المنتخب قبل مباراتنا مع ايران، العطاء الكبير صار بهذا الوقت بصراحه زمن السيد السوداني، طبعا لانه الاستقطابات يعني خليجي 25 ما صار عندنا استقطاب كبير، صار عندنا بزمن سيد عادل عبد المهدي غرب اسيا، كانت هم متابعة بشكل كبير تتذكر في كربلاء، وأيضا كان يعني اهتمام كبير، لكن الاهتمام أكبر باعتبار حاليا صار عندنا خليجي 25، والسيد رئيس الوزراء أيضا رياضي يعني بصراحة ومتابع بشكل كبير، يعني أنا متأكد يعني هو متابع سابق، وعندي ما يشير إلى ذلك أيام القانون الأولمبية وقانون الاتحادات، كان يتداخل أنا لحظة يتداخل مداخلات رصينة عنده يعني، وكان متواصل مع كثير من الرياضيين، وإحنا كنا كرياضيين متواصلين معه من كان يعني نائب في البرلمان. طيب زين شوية إحنا عندنا فد نقطة جدا مهمة، إنه التفاعل الزائد من رئيس مجلس الوزراء جاي قابله شو نسميه استغلال لهذه القضية، وين صار طرحت في كورة من بعض الضيوف انه هل يجوز لعضو اتحاد استلام قطعتين ارض بفترة زمنية شهر او شوية اكثر من شهر؟ سيد اياد بن ايان معقولة من عضو اتحاد عضو الاتحاد منتخلتيها السيد ابن ايان انا افتهمت لا عفوا لا أقولك هل يجوز نعم نعم انه عضو اتحاد كرة قدم او عضوين يستلمون قطعتين ارض بفترة زمنية شهر؟ هم بالاول مرة الارض الاولى اللي استلمت هي كانت في خليجي 25 صحيح؟ اي تصادف وجود شخصين يمكن في نفس البعثة مع منتخب فريق الشباب وكان بها استثناء وكذا، نعم يعني أنا بصراحة ما كنت منتبه لها المسألة، لكن لما عندما أثرت انتبهت، لأنه صار بتعرف أنت أكو هي متباع بها جنبها أيضا إنسانية، وين مو يخص هذه الشخصين، وطبعا هو صعب يعني ممكن شيء ما مقبول، بس بعد صار من ضمن سياق قانوني. ليش؟ لأنه صار استثناء. ليش يصير استثناء؟ أنت ما تكرم فريق وتقول أنه ضمن الضوابط، اكو ناس مستلمه اراضي بايام اللي كانت بمليونين دينار باعوها بسعر التراب تتذكر كذا، فما كرمته تعتبر، فصار استثناء. شمل بهذا الاستثناء القانون من يعم يعم على الجميع يعني من يعني اقصد من تعم فائدته يستفيد منها الجميع. انا ما قلت لك انه انا ما بدي ابرر لهم صحيح. بس يعني انا نعم. ما قلت لك نعم. انه السيد محمد ناصر شكرون نعم. كل الحب والاحترام لحضرته نعم. نعم. انه مستلم قطعه بانجاز 2007 نعم. انا هاي ما اذكرها لان اعرف القطع تغيرت نعم. والزمن مار، بس انا اشكالي على انه في شهر زمان استلام قطعتين ارض، هذه المشكله بلحاظ انه هسه اللي راح نفتح موضوع قانون الرواد والابطال، اكو ناس بابطالنا وروادنا يفتقرون لشبر على ارض هذه الوطن نعم. وهم ايضا يستحقون. نعم انا ذكرت لك انا ما عندي جواب لهذا بصراحه، لان حتى اكون صريح وما الف وادور على المعلومه، لانه مثل ما انت تستفزك قد تستفزني وتستفز الاخرين، لكن هو لما يكون ضمن سياق قانوني بعد ما يجون على اشخاص خلص شمل القانون يعني باعتبار صار استثناء. طيب ما نقدر نستثمر هذا الحراك اللي حضرتك ذكرته وتفاعل رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ملعب 100,000 متفرج في بغداد؟ قضية إنشاء ملعب أول مرة في بغداد هو ضروري، وأكيد الملعب اللي راح يكون اللي هدته المملكة
باللمسات الاخيره والبصمات الاخيره يعني. لا والله اي نعم يعني هذا كل شيء ما ندري عنه. اي لا لا ان شاء بس الله بس معنا ملعب مهداف. لا لا اكو اتفاق. اما قضيه ال 100 الف متفرج انا اخلي جواها خطوه تحفظ عليها. الرياضة أصبح السوق ماكو بعد شيء اسمه 100 ألف متفرج، يعني هذا بيد دراسة جدوى، كل شيء بيد دراسة جدوى. أكثر الملاعب المعروفة اللي 100 ألف ملعب ويمبلي. الآن صار 65 يعني قللوهن، لأنه هذا أنت تقيم عليه دورة وتقيم عليه بطولة وبعدين ياكل الصدى والاسم، بعدين كل مباراة وكل يوم هذا بيه صرف معين وبيه دراسة جدوى. فلذلك الآن لأنه سوق وفي ربح وفي خسارة والأندية شركات تعرف أنت اليوم الاتحادات تتعاطى يعني بأدق التفاصيل المالية. نعم أنت سطيتني غير معلومة، عوف ال 100 ألف متفرج الملعب المهدات شنو قصته؟ إيه إن شاء الله قريب، لأن الوزارة هي متابعة. أتمنى يمكن يعني إن شاء الله لو أدري حساب هذا السؤال كان عندي اتصال قبل ما أجي بساعتين بالمعالي وزير الشباب الله يحفظه السيد أحمد. يعني سيبدأ العمل به قريبا يعني الانتهاء من انه مكانه وكذا خلص صار شبه اتفاق وان شاء الله يعمل به ان شاء الله. ملعب التاجيات هو زين انت عندك مكانه تعرف مكانه وين؟ احتمال راح يكون في بسمايه. في بسمايه؟ نعم. طيب هاي اول معلومه حصريه اليوم. احتمال في بسمايه مو بس هذا، لانه ليش في بسمايه؟ لانه العاصمه الاداريه ستمتد بهذا الاتجاه فلذلك حلو من هذا الجانب. نعم راح يصير التمدد. نعم تمدد نعم العاصمه. نعم طيب ملعب التاجيات 100 ألف ما بدي اقول اليوم بعد يعني راح يتقلص؟ لا ما مو مساله يتقلص، بس انا بدي احكي على تحكي على دراسه جدوى والاصلح يعني ليش القطريين ليش الاخوه في قطر اكو ملاعب شالوها خلوها، بس هي مو دراسه جدوى هاي خساره بها كبيره يعني، فلذلك اهدوها للملاعب تعرف كل زين. بغداد ما تحتاج الى ملعب ايا كان تحتاج تحتاج، بس هو هذا الملعب اذا صار يغطي يعني، وقد هو ملعب الشعب جزاه الله خير يعني حملنا هاي المده كلها على ظهره يعني، قد يرمم قد كذا مستقبلا او يؤهل بطريقه اخرى. زين قربك من الاتحاد وجوز هذا راي شخصي يؤخذ عليه بس ما يخالف خليه احكي، يوحي ضمنيا ترى انا سنتين و البارحه اول مره ادخل الاتحاد هاي الصوره والكذا هاي الصوره البارحه يوحي ضمنيا ما له علاقه بالاتحاد يوحي ضمنيا اثنين مستشارين مع رئيس الاتحاد. خليني اكمل السؤال براحتك. قربك من الاتحاد نعم والصداقة الممتدة من التطبيعية وإلى الآن العلاقة المترحلة مع السيد عدنان درجال يوحي ضمنيا إلى تهميش غير مباشر لوزير الشباب والرياضة. نعم وإلك الحق تعلق على هذا. لا أطلاقا، أولا عمل الاتحاد يختلف عن عمل الوزارة طبعا، ولعله أقول يربطني بالسيد وزير الشباب أشياء جدا وثيقة قد لا تعلم، ولا عندي علاقة قديمة وأنا أعرفه يعرفني قبل أن أتعرف على عدنان درجال يعني. طبعا سيد وزير الشباب من عائلة مجاهدة وشخص محترم وعقله نظيف يكون عليه ثقة يعني، ولو الوزارة يعني الوزارة هي مشكلة وزارة الشباب تخصيصاتها قليلة وكوادرها يعني بصراحة تحتاج إلى كوادر يعني على مستوى عالي، كثير من كوادرها هجروها وكل اللي طلعوا تقاعد وكذا، تحتاج أن هذه الوزارة أن تدعم بشكل كبير. عمل الوزارة مختلف عن عمل الاتحاد، الاتحاد له علاقة بالإنجاز والوزارة حتى رياضتها أفقية وليس عمودية يعني مو ما لها علاقة بالإنجاز. الوزارة أربع جنبات بها الجانب الثقافي والرعاية العلمية والرياضة والفن، فيشكل الرياضة بها 25%. لذلك كثير دائما يقولون يعني انه وزير الشباب مو شرط يكون رياضي، وهذا حقيقة يعني مو شرط ان يكون رياضي، المهم ملم بالواقع الشبابي وبحركة الشباب. انا متفق مع كل ما تحدثت، فبالعكس انا قريب بس جدا. ما تعتبر منح الاموال او حرية التصرف بالاموال بخليجي 25 للاتحاد على حساب الوزارة؟ هذا قرار مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء، لأنه الاتحاد هو المعني بالقضية بالمسألة. الاتحاد الخليجي لا يتعاقد مع وزارة، ما يتعاقد مع حكومة، يتعاقد مع الاتحاد العراقي. طيب كيف يتعاقد الاتحاد العراقي والأموال مصير يعني بمعيته؟ لذلك جاء هذا القرار، أبد ما بي أي جنبة تهميش ولا أي جنبة لها علاقة بها يعني استفزاز لمؤسسة معينة. حققت الرقابة المالية بالأموال التي صرفت بكأس الخليج؟ أنا ما عندي فكرة. ما عندك معلومة؟ لا والله ما عندي معلومة، بس هو أنا أحب أقول شيء، اللجنة العليا يعني اللي عضو بها إدارة ملف خليجي 25 ترى 55 يوم قبل
اي كان كله سرعه و... فلذلك اذا فكان ممكن تحدث اخطاء خارج لا لا مو على اخطاء الصرف ابرام العقود خارج الضوابط الحكوميه ولذلك يعني حتى يعني هي خارج الضوابط الحكوميه خارج الضوابط الحكوميه ومع ذلك المال يصير سايب مثل ما يقولون لكن ما تحتاج بعد مثلا تجيب ثلاث شركات وتجيب ما اعرف شنو هذا ست اشهر ما يعني بدون تروح البطوله تروح البطوله وانت ما بارم لك ولا عقد واحد زي. فلذلك يعني كثير هذا اللغط اللي اثير ما له صحه بصراحه انا اقول لك يعني احنا كنا قريبين حتى من قضيه ابرام العقود مو مطلعين على العقود لكن قريبين ونعرف الظروف المحيطه بابرام العقود. طيب الاتحاد الحالي الأموال اللي تمنح لهذا الاتحاد مقارنة بالأموال اللي منحت للتطبيعية أموال لم نستلم فلسا واحدا من الحكومة أو الاتحادات السابقة نعم كان 7 مليار قبل يستلمون والآن أو 5 مليار الآن أنا ما أتذكر بس بالتطبيعية لا طبعا نجي على لأن الوضع مختلف بالتطبيعية آخر أسبوع نزلت 3 أو 5 مليار ما أتذكر ولا نمس منها فلسا واحدا لكن الآن تعرف اللي صار أنه أكو تحديات جديدة اليوم الحكومة تدرك أنه الرياضة بصراحة تؤثر في المجتمع تأثير كبير وأصدق شيء هو ملف خليجي 25 يعني قد الحكومات السابقة سوت مؤتمرات مصالحة أنت بباب الاستوديو مالك كان أهل الرمادي وأهل الموصل وأهل البصرة وأهل الشوبي مال الرمادي على عشر تحتاج بعد مؤتمر مصالحة عربيا تحتاج مؤتمر مصالحة أهل قطر ويا السعودية ويا عمان ويا البحرين ويا الكويت هو جاي عليها النقطة الثانية يعني إيش قد أكو مساعي كانت لتقريب وجهات النظر مع أخوة الخليجيين وأخوة العرب هذه البطولة حسمت هذا الأمر في خمسة في 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 الأيام اللي ضمت أهل البصرة اللي احتضنوا الأخوة العرب واحتضنوا الجميع بعيدا عن الخليج والأموال التي صرفت للخليج لا مو أنا حكايتي لا مو أنا حكايتي بها دلالة هذا الشيء أنت صارفين احنا حتى نحقق هاي الأهداف اللي حكينا عنها اللي تصرف على السياسة ما تحقق أي شيء وصرفنا أضعافها عشرات المرات بل مئات المرات فالحكومة تدرك أو أدركت أنه هذا الشيء أنه الرياضة هذه مردوداتها الجميلة فلذلك من هذا المنطلق الآن كل الحكومات اللي سبقت هذه الحكومة نعم. لازم تقدم اعتذار للرياضة العراقية على الإهمال السابق طبعاً. إذا تقول الرياضة حققت ما لم تحققه السياسة وإحنا مهملين من 2003 لليوم كشارع رياضي ما يتعاملون ويانا الا بطريقه هامشيه يا سيد اياد بن وهذا شيء جميل اليوم احنا بالنتيجه الان حكومتنا يعني الان يلا استوعبنا الدرس ان الرياضه هي التي تقرب هي التي توحد هي اللي تقرب وجهات النظر يعني حتى اكون منطقي معك يعني هو السيد رئيس الوزراء استلم الحكومه اول جلسه ثاني جلسه التخصيصات يعني ثاني جلسه حكوميه انطى التخصيصات يعني لخليجي 25 فتصور شيء معناها رجل مدرك أهمية الرياضة وهو قلت لك رجل رياضي وكل الأموال اللي تصرف على الرياضة أنا أعتقد يعني لا حد يستخف فيها مردوداتها واضح ومخرجاتها واضحة أنه يعني متعددة فعلا اتحاد الكرة طلب 3.5 مليون دولار لتنظيم غرب آسيا في بغداد ما عندي أي فكرة ما بصراحة ما 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 مطلع عليه وثيقة ما واصلت الخبر هل يعتبر اتحاد عدنان درجال عطفا على ما ذكرناه من دعم حكومي واهتمام اتحاد مدلل هو بصراحه الاتحاد عدنان درجال لانه قضيه قلت لك اكو انجاز واكو الان اكو مشاريع بدها تطرح فاكو تفاعل بينه وبين الحكومه كل الاتحادات كانت يعني باستثناء الفتره التطبيعيه لان كان ماكو بس انتم ما مدللين اي والله بس احنا ما مدللين كلها كانت مدلله بصراحه اقول لك ليش ما دللوكم؟ وان كان فتره انتقاليه المفروض مو لانه اكو غرض او اكو استهداف لكن ما كانت موازنه سنتين ماكو موازنه تتذكر واحد على 12 فما ما 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 انصرفت الاموال زين استذكر وهذا كان ممكن يطيح بخليجي لو ما جت الحكومه استذكر تصريح ليونس محمود يقول شهور ونحن نعمل على تصحيح اخطاء التطبيعيه في تعاقدها مع شركه اضواء وامبرو وامور اخرى لم تدار اداريا بالشكل الصحيح طبعا اولا هذا كلام انا ما اعتقد هو ايش قال مال امبرو وبرو كذا لانه من استلم كان العقد منتهي مال فشي عاني مال برو باقي له شهرين هذه وحده بس ما قال احنا نعاني قال لا قال ورثنا تركه ثقيله جيد وانا اعتقد فعلا انا ورثتهم
تركة ثقيلة. بس أنت راح تأخذها بالمفهوم الآخر. هسه جاي جيد. ورتتهم تركة ثقيلة لما أجيت ولقيت 365 نادي درجة أولى وصنفتهم أولى وثانية وثالثة إضافة الممتاز، هاي تركة ثقيلة مو أي واحد يقدر يديرهن. ورتتهم تركة ثقيلة لما سوقت من خلال شركة برو ودخلت ملايين الدولارات وما اعتمدت على المال الحكومي، هذه ورثة ثقيلة. أي اتحاد يجي لازم يحاسب يقول له ليش ما تقدر ما تسوق حالك حالة تطبيعية، ووقت كان كورونا ووقت كان صعب انه الاموال تتحصل وماكو دعم حكومي. ورتهم تركه ثقيله لما جيت ولقيت الفئات العمريه من 2003 ماكو احد يعني معتني بهم كذا، وسويت 15 دوري، دوري الاشبال والناشئين والشباب للممتاز، اشبال وناشئين وشباب للاولى، تتذكرون كل زين، وللشاطئيه وللصالات، هذني كلهم دوريات كانت مهمله، وبعض الانديه اللي ما كان عندها اموال تسير انه يعني الفرق مالتها هذه، يقول لك احنا الفريق الاول ما عندي تكاليف النقل من محافظه لمحافظه، احنا ساعدناها من خلال العقود. فانا اعتقد هو تصريحه هو اعتذر عني بشكل سوى ازعجك التصريح. اي اكيد اكيد، بس انا ما رديت عليه بوقتها، وكان اكو احدى القنوات قلت له يونس نجم وما احب ارد عليه، كان كنت اقدر اقول هذا هسه اللي انا ارده، بس بعد ما وضحت له بخليجي كنا قاعدين بالمطعم بحضور الاخ علي جبار والاستاذ مؤيد اللامي، قلت له وين التركه الثقيله؟ قال اكو غرامات تجينا من عقد العقد مال النقل التلفزيوني، فهذه تركه ثقيله. قلت له يعني الشركه تغرمكم؟ قال لي. قلت له شلون شركه تغرم؟ المفروض انتم تغرمون الشركه من تتلكا. فيبدو اكو كان، وهي قايلها مره واقولها مره ثانيه، اكو عقد اللي بين ايديهم مو هو العقد الحقيقي. فقال انا ما كنت ادري واعتذر عن هذا الشيء. ومنو اللي مقدم لهم العقد؟ ما اعرف، بعدين هم اكتشفوا مو هذا مو العقد الحقيقي. طيب كان بامكانكم بدقه جرس بتليفون صغير القانونيه جوا تقول لهم اعطونا العقد وما تتبصر هكذا تصريح. زين، نتابع ردود افعال الجماهير بعد نهايه مباراه الزوراء مع الكهرباء. والله جاي يصير يعني شو اقول لك؟ احنا غصه بقلوبنا يعني، انا هسه والله الدقيقه 70 يمكن شفتني يمكن طلعت من الملعب. هذا مو اداء الزوراء ولا يعني ما ادري ايش اقول. اقول حسبي الله ونعم الوكيل على فلاح زمرته اللي وصلونا لهذا الحال. يعني شو اقول لك؟ والله يعني هسه ادبشي والله يعني انا هذا مستوى يوصل بي الزوراء هالمستوى يعني لا باص لا اي لعبه ماكو. هذا حال الزوراء للهاويه. احنا كنا كل موسم لا ما نريد ناخذ دوري ثاني. هسه قدام اب عينك يعني انا ماكو من البصره اجي صار لي 30 سنه. يعني فريق هذا فريق ما عنده روح، ولا احنا نجي مباراه الكهرباء ما حاطين الفوز على بالنا، بس هاي الاداره وايوب هم بلشوا النادي. الزوراء بالهاويه الا كضينا مركز رابع زين حتى بالكاس نطلع. هاي تعزيه النادي الزوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، ان وعد الله حق. الزوراء انتقل الى رحمه الله نادي الزوراء الرياضي بسبب فلاح. انت يعني انت رمز للزوراء، وحرامات تشتغل بهيك هيئه اداري. انت اسمك انت كره بين الجمهور بسبب هاي الاداره. مبروك لهم، قدموا مستوى فريق منتهي كابتن. بالمناسبه مو الخط الاول ما زوراء، ناشئين شباب رديف نفس النتائج. لم تستحي فافعل ما شئت. إدارة الزوراء طبقت هاي المقولة بحذافيرها. والله العظيم يعني ما شايف هيك إدارة. وضع الفريق مو زين من الفئات العمرية لحد الفريق الأول، ولا يهمهم الموضوع، ولا كأنما الزوراء متصدر دوري. هاي إدارة فلاح حسن، هاي المقولة مال أفضل إدارة وإدارة نموذجية، هاي مال الناس اللي تشتغل، مال الناس اللي تشتغل بالنادي. احنا نريد النادي مالنا ينافس، نريد النادي. هذا جمهور الزوراء. شوف سبب دمار النادي يعني، بس انا اسال فلاح، انت يعني والله العظيم عيب. انا ناس هسه اذا ما تريدني بهذا المكان ما اجي لهذا المكان. جمهور صار له 5 سنوات والله فوق من، انا صار لك 10 12 سنه دمار النادي. بلشت النادي والله العظيم ما يستحون، اداره ما حد ما يستحون بعد والله. الكابتن جليل زيدان، اللاعبون لا يستحقون تمثيل الزوراء والنوارس يعاني بهذه الفتره. أكيد فوز معنوي بعد سلسلة النتائج الغير مرضية لنادي الكهرباء بالفترة الأخيرة. الحمد لله والشكر، اليوم تعرف كنا بأمس حاجة إلى هذا الفوز لإعادة اللاعبين إلى وضعهم الطبيعي، وهذا
وحتى في المباريات السابقه كنا جيدين لكن لم نحالف حظ التسجيل. بالتاكيد فريق الزوراء فريق كبير بكل شيء. شنو رايك بما يمر به الزوراء؟ لا هذا مو الزوراء، هذا مو نادي الزوراء، مو امكانيات اللاعبين الزوراء. من المفترض ان يكون لاعبي نادي الزوراء على مستوى اكبر، مع احترامات للاعبين، لكن الزوراء هم بحاجه الى لاعبين بقيمه نادي الزوراء. لاعب الكهرباء علي جاسم، حققنا نقاط المباراه مهمه والكهرباء قادم بقوه. الكهرباء والكادر التدريبي واللاعبين، هارد لك الجمهور الزوراء والكادر التدريبي واللاعبين. احنا كلاعبين قدمنا ما لدينا وحققنا 3 نقاط، ان شاء الله في المباراة القادمة نحقق ما علينا ونحرز 3 نقاط في الدوري. اليوم انت بالرغم يعني جهودك مع كأس العالم مع منتخب شباب، لانه اثرت على انه تشارك؟ اكيد كانت اللواء يستحق، لان ما قدم علي جاسم مو قليل، كانت اللواء يبدي بروح انا كلاعب، وان شاء الله يعني اتمنى اكون نتوفق معه ومع اداره الكهرباء. شنو رايك بمواجهه زملائك حيدر واللاعب الاخر حيدر عبد الكريم؟ اتمنى لهم التوفيق للاعبين شباب، وان شاء الله في المواسم القادمه واللعبات القادمه يقدمون افضل، لان لاعبين ممتازين. حياكم الله من جديد. ليس للمعرضات الترك، هيك يقولون. نعم. صعب واحد يحصل على دوري كروي كرئيس نادي؟ هسه استشهدنا بردود افعال الجمهور وحديثهم على اداره الزوراء. طبعا القضيه الماليه قضيه مهمه جدا، يعني خصوصا اذا ما عرفنا انه العقود يعني من 2011 بشكل تصاعدي، يعني يعني كان 2011 كان اكبر عقد 110، بعدين ثاني سنه 2012 صارت 250 و300 و400، فاكو انديه صعب عليها بصراحه. يعني شلون حققت دوريين ويا الشرطه؟ انا اول دوري اخذته بالاموال نفسها اللي كانت تصرف خلال السنوات السابقه، اللي كاد بها ان يهبط نادي الشرطه الى مصاف دوري المظالم وقتها يسمى. والله؟ اي والله. يعني ميزانية الشرطة البسيطة بالسابق نفس الميزانية نفسها جبت بها دوري؟ تستطيع الآن أن توجه من خلال تلفزيونكم تجيبوا لي الأوراق الأموال اللي انصرفت بالدوري الأول بالدوري اللي يقدوه الشرطة 2012، نفس الأموال. ثاني سنة أصدقك القول تضاعفت ميزانية الشرطة، لأنه صارت استحقاقات آسيوية صارت خارجية، وشكلت لجنة وأنا كنت أعضاء اللجنة وساهمت بشكل كبير، أنه لأنه الشرطة يختلف عن أي نادي بصراحة وفقا للألعاب الأخرى. لا بس أريد أأكد على هذه النقطة، نفس الأموال، أقل من 3 مليار، أقل من 3 مليار، 3 مليار دوري؟ وش عد طبعا تعرف ليش؟ لأن هي كل أموال كانت 3 مليار وما أعرف قد، وعندك المصارعة والملاكمة والرفع الأثقال وكمال الأجسام والجودو والتايكواندو، 18 منافسة. إذا شنو هذا الحديث الشائع إيه؟ اللي يقول من اجى اياد بنيان لرئاسه الشرطه الكاك مفتوح؟ لا ابدا، هذا شوف انا بالعكس، انا استلمت نادي الشرطه واول شيء كان كنت اواجهه، واول سؤال سالوني اياه بقناه الفرات كان احمد الموسوي يدير اسمه، قال لي انت جاي على تركه ثقيله. قلت له انا اعتقد انه التركه الثقيله مدعاة للنجاح، الفاشلون يتعكزون على التركه الثقيله، لانه انت من تركه ثقيله اعطني اي ملف هسه بتركه ثقيله سانجح به. ليش؟ لانه التركه الثقيله معناه ماكو شغل، مجرد تسوي شغل راح يبين شغل، تمام لولا؟ فاحنا انا ورثت التركه ثقيله، لكن لانها تركه ثقيله ونادي بحجم نادي الشرطه مرتين راد يهبط المصاف الدوري الدرجه الاولى ومباشره ياخذ الدوري، طبعا بعض يقول لك والله اعطيت له اموال وكذا، لكن هذه سهل التحقق منها. بكل اريحيه وبكل حبيه انت من خلال موقعك تقدر تخاطبهم الاخوه بنادي الشرطه الان، الاداره انا اوجه لهم نداء، اخوتي بنادي الشرطه الاداره اللي موجوده تحياتنا ومحبتنا، وان شاء الله الله يوفقكم لانه قلبه وياكم هني. بعدك تحل يا الشرطه؟ الدوري شرطاوي مالك شغله؟ والله اي والله الدوري شرطاوي. شلون تشوف الدوري شرطاوي؟ الدوري شرطاوي يعني الفريق مميز. خليني اوجه نداء لهم يابا انطوا الرقم اللي عندهم الموجود، ما يعطوك وثائق قد ما يحق لهم كذا، يعطوك رقم اللي اخذنا به الدوري. زين ثاني دوري لا مختلف طبعا. الدوري شرطاوي؟ الدوري شرطاوي. لا والابتسامه عريضه. لا واقع فريق الشرطه يعني فريق بصراحه يعني يلعب كره جميله، وايضا تدري هسه عمليه التخادم هم موجوده، يعني الجوية منافس وراح يبقى منافس وبالادوار الاخيره، بس انا اعتقد انه هذا الدوري للشرطه يعني ادي شعور كبير. نعم حلو. فريق يستحق، فريق يستحق.
والفريق الذي يستحق مو يجب أن يشارك بدوري أبطال آسيا؟ هذه من أخطاء القاتلة والكبرى والقرارات الصادمة أنا أعتبرها، لأنه حكمت على نادي الشرطة نادي محلي وهو ليس نادي محلي بصراحة. أقول لك إياها، أتمنى إذا أكو مجال أنه إذا ما زال في القوس منزع كما يقولون أن يرجعون عن قرارهم، وبصراحة يفرحون كل جماهيرهم يفرحون كلنا كل العراقيين يفرحون، لأنه التغاية لما تأخذ الدوري أنه مفروض استحقاقات الآسيوية والعربية، وإذا أنتوا رايحين للاستحقاق العربي ترى الفرق العربية أقوى من فرق الآسيوية موجودة بها. زين، بالعودة إلى محورنا قانون الرواد والأبطال وما خلفه من مشاكل خلينا نسميها أو اعتراضات النافذ. نعم، القانون النافذ بهنات وبثغرات يعني، ولذلك استخدم كحصان طروادة ينفذ من خلاله كثير اللي ما يستحقون بصراحة. يعني كثير من الاتحادات، وهذا يجب أن تتابع بصراحة، كثير من الاتحادات يجي عياد بنيان عمره قريب من الرواد، صار عمره 50 أنا عمره 63، بس يعني طولت العمر استحسن هذا المثل لأنه يرجعني 13 سنة، عمره 50 صار قبل ما يصير عمره 50 يدزوه حكم يدزوه كذا صار رائد وكذا، وهذا بصراحة يعني معيبة ويجب أن صراحة أن يعني هذه تتابع بشكل كبير. فهاي الثغرة يعني المفروض القانون من يكتب يعني يحاول يسد، يعني القانون الحالي المفروض يسد هذه الثغرات. يعني ماكو واحد حكم أو مدرب بالخمسين يصير حكم أو مدرب، ماكو شيء. مفروض عنده بطولات، مفروض مشارك بكذا بطولة، يعني خلوها يقيدوها بقيد. فهذه وحدة. اثنين، قانون الرواد أكثر المحافظات سلموا أراضيهم يعني من الرواد كذا إلا بغداد، وصار تفعيل حركتوا على مالك، حركنا بشكل كبير يعني أنا وأختي النائبة ست النائبة بيداء خضر سلمان، وبدعم كبير من سيد وزير الشباب يعني ساند بشكل كبير. نعم، حتى تعرف حجم العلاقه اللي بيناتنا والتواصل بهواي كثير. اتمنى لعاب العتيس. انا شوي مشكله التقاطع بين المؤسسات الرياضيه يزعجنا كثيرا. لا ماكو، والمس اكو تقاطع بين الوزاره والاتحاد، واتمنى دورك ان يفعل بهذه القضيه لترطيب الاجواء. اكيد، لا والاجواء جيده جدا. لا مو جيده، والله جيده بين الوزير ورئيس الاتحاد، مو جيده. شوف اكون صريح وياك، انا ما بالبدايه مرات يصير تداخل بالصلاحيات خليجي، لكن اثنين يعني ناس مسؤولين، اذا الاخ ابو حيدر واذا معالي الوزير. نعم، فكان كلش طبيعي يعني صارت بعض التقاطعات احكيها بصراحه، لكن عادت الامور الى وقت خليجي يعني وقت بنفس اليوم اصلا يصير يصير هذا اللي نتمناه. لا 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 طبعا. فلذلك ارجع الموضوع، فساندنا بشكل كبير، ساند الاعتبار هو الجهه المعنيه وزير الشباب قريبا جدا، يعني يمكن حتى يعني ابشر الرواد انه انتهى كل شيء والهامش موجود، لكن تعرف امانه العاصمه يحتاج لها رصيد حتى. فدي اكو حركه انه على وزاره الماليه اللي عندها مقاطعات، انا اتمنى نحصل مقاطعه للرياضيين حتى يصير حي الرواد حي الابطال. اكو حراك لالغاء، كل عراقي يستاهل قطعه ارض، كل عراقي يعني. اكو عراقي يستاهل قطعتين بشهر. لا هو هذا قانون شريطه ان يكون ما مستفيد اطلاقا. زين، لا هو ولا زوجته ولا اولاده حتى وان كانوا قصر. ماضين بإلغاء قانون الاحتراف؟ كل القوانين ستلغى عندما يشرع القانون الرياضي الموحد، سيلغى قانون المباراة الرمضانية بهذه الدورة سيشرع؟ والله نعمل إن شاء الله. لو تتمنى يعني أتطلع على هذا الشيء، يعني قريب هو يوم 25/6 يرفع لمجلس الدولة، وبعدها عندما يمر بمجلس الدولة يرجع المجلس الوزراء يصوتون عليه ويروح القانون. سؤال أخير عندي قبل أن أختم، ابتعاد نشأة أكرم عن الوسط الرياضي العراقي، السر وراء ذلك؟ نشأة موجود يعني هو متواصل مع كثير من يعني الرياضيين ومع الوسط الرياضي، بس هو يعني الآن هو محلل في قنوات دبي الرياضية. نعم، وهذا شغل يعني عمل احترافي، وأما احنا نفخر به بعيدا عن القرابه اللي بينه وبينه والنسب. كعراقي انا ابو علي افخر من اشوف عراقي في قنوات خليجيه بها احترافيه بشكل كبير، ويتحدث باحترافيه وطارح نفسه كعراقي، وهو تجربته كلها يعني انه طبعا مفخر. انا شايف رغم ما تعرض له من مظلمه سابقه، يمكن تتفقوا. نعم نعم، بس بعد بالنتيجه يعني الجمهور ترى ذكي وواعي وعارف يعني، عنده طموح العمل بالاتحاد بالمستقبل؟ اطلاقا ما عنده، ما لاحظت هذا الشيء حتى من ايام كنا بالتطبيعيه وكذا، كنت اساله يقول لا ابدا ما عنده. لا ما عنده،
كل التوفيق للكابتن نشأة أكرم حبيبي انت ولك استاذ اياد بنيان. انا اشكرك واعتذر لكثره الاعتذارات عن الحضور. الله يحفظك، انت تشرف وتنور بكل وقت. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. نتابع التصريح الاخير للكابتن علي حسين الرحيمه في تصريح لكوره، يعتذر لجماهير الزوراء ويؤكد انه اللاعبين ليس بالمستوى المطلوب. بعد ذلك الى اللقاء. جمهورنا الصراحه جماهير الزوراء الكبيره اللي دائما تحضر مباريات في النتائج السلبيه وفي النتائج الايجابيه تواجدوا مع الفريق، واليوم كان تواجدهم محفز للاعبين الصراحه. يعني صراحه ما اعرف شو اقول، النتائج ما جاي تجيب الصوره اللي احنا نتمناها ككادر تدريب او كلاعبين في سبيل اسعاد الجمهور. لهم حق علينا جمهور الزوراء، وحقهم ان يغضبون على اللاعبين او على الكادر التدريبي من حرصهم على الفريق، بس نقول الحمد لله والشكر. ما تعرف شو تقول. اي والله صراحه ما اعرف شو اقول، بس اللي احب ان اقوله احنا ككادر تدريب استلمنا الفريق ونتحمل مسؤوليتنا. صح نتائج غير جيده، بس يحتاج الزوراء، يحتاج لاعبين الصراحه، مع احترامات لكل اللاعبين الموجودين للفريق، يعني يحتاج لاعبين ويحتاج بعض المراكز غير موجوده ونقص في اللاعبين، في عدد اللاعبين. احنا في مباريات 16 لاعب الى 15 لاعب الى 17، مع اليوم مع لاعبين منتخب الشباب صرنا 18 لاعب. سبب غياب على عباس المباراه الاخيره هو بعد المباراه، يعني اعتذر من النادي وما راد يعني يتواجد مع الفريق. حسب يجوز ضغوطات على اللاعب، ممكن كي مباراه ما سجل، ممكن نهايه الموسم. لا هو رجع مع الفريق وتمرن يوم امس، ان شاء الله المباراه القادمه يتواجد مع الفريق، ونتمنى ان شاء الله من جمهور الزوراء اني نتاسف من عتهم ونعتذر من عتهم الصراحه اعتذار كبير، وما يستاهلون يروحون زعلانين، بس ان شاء الله نعوضهم بطوله الكاس. حبيبي نقول هارد لك لجمهورنا الصراحه.